الثاني يا جماعه والصف الثاني هنحط للسامبا كده، هنلاحظ انها تركب معنا بشكل جميل يعني، هتطبع معنا بالطريقه دي، وهنبدا نرسم للسامبا. رمادي زي ما حضرتكم شايفين. الطريقة دي هذه المساحة اللي أنا أشتغل عليها بالشكل ده. هعمل طبقة طبعاً، طبقة من القطيفة. ادعك بالمالي او اعمل حركات دائريه ايا كان، زي ما عايز اسميها، اظهر معي تاثير القطيفه زي ما حضراتكم شايفين. مجرد ما احرك المالي القطيفه يظهر معايا تاثير. أبدأ آخذ الخطوط والثانية تحتها، بالشكل ده.
كم انا بالبدايه طبعا اشتغلت كده غير الفتح، فخلي الغامق عكس بالشكل ده. الشكل ده الشكل ده اللي تحتها نفس الفكره.